يا جماعة في ناس كمود تنقل كيف تدرس الرياضيات بعدين تكتب القراءة. بعدين ما تدرس الرياضيات ترجعين البيت تكتب. شمس 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 أول تعلمتي أحرف يا أحرف توافين يلا قليلي هي تقين قليلي ألف ألف باء تاء ألف كتبي مع سبورة يلا ديما عافية ديما يلا تعال وين نطلع مالتكم يلا عافية انتي مراقبة مالتها قولي قولي ديما تكتبي و الصف الاول الصف الاول هذا ما حب لان أوريس دي وين دي في البطة يا في البطة في البطة حبي سفولة حبي من يكتب بعد يا عمر شيء يلا كلمة دا كلمة دا بس بده يلا دعنا استمعوا بنات استمعوا للأستاذ يلا حيغني لكم يلا ماما زمنها جاية ماما زمنها جاية ردوا وراها بعد شوية جاي بلعب وحاجات واو معاها بطة فيها واسمعين جايبة معاها شنطة فيها والزبطة بتقول واك 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 واو علي في الواد اللي اسمه عادل جد دكتور وعمل له ايه لقى رجله كانوا زي الفتلة بص شوية جوا عينيه راح مديله حقنة كبيرة عارف اداله الحقنة ليه ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه محمد عنده غير ايا ايا او ايا ايا او ردوا وراه مهمة يعني ما تنجز عليك تعمل
التلفزيون ما شاف احد محمد جزاك الكفر. في هالغيط عنده فرفور ايا ايا او طلع الفرفور بيحب الفول. راح هو واخته ياكلوا الفول. وبعدين فرفور ما اكل الفول. كيف يلا جزاكم الله خير. يلا باي باي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. يلا السلام. مدرسة المحاربين. جنائن للبنات. جنائن للبنات هنا في الفصل 40 طفل. ولا أكثر من 40 طفل. لا 35. 35 طفل. بدأوا أمس في الصف الأول. This is the garden's school for girls. Inside the classroom is 35 beautiful girls. They are here as guests. هم جايين هنا يعني to teach the children because their school has been destroyed. لأن المدرسة بتاعتهم اتدمرت فهم جايين هنا بيدرسوا الاولاد الاول ما الصف الاول. الصف الاول اللي قعدنا ثلاث صفوف اول. ثلاث كلاسز فور ذا فيرست ثلاث صفوف اول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا باي باي. يلا خلاص.